مساء الخير واهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامج شباب على الهواء. بنرحب بكم معنا النهارده، والنهارده زي كل يوم احنا بنقدم كل ما يهم الشباب دايما من خلال حلقاتنا. بنستضيف نماذج مشرقه ومشرفه من الشباب المصري، ودايما شبابنا عندهم افكار مختلفه وافكار متنوعه وافكار مواكبه العصر، وعندهم مواهب كتير كمان مختلفه. واحنا النهارده معنا شباب عنده مواهب مختلفة زي ما قلت، مشغولات يدوية حلوة جدا بيعملوها، فاحنا دايما بنديهم فرصة في برنامجنا ان هم يعرضوا مواهبهم المختلفة. هي دي حلقتنا النهاردة، هيكونوا معنا الشباب على الهواء بمنتجاتهم ان شاء الله. احنا دايما بنحب نشجع الشباب من خلال برنامج شباب على الهواء، لكن قبل ما نستضيفهم ونشوفهم نطلع لفاصل الاول ونرجع تاني. رجعنا مره تانية، ودايما بقول احنا دايما بنستضيف نماذج مشرقه ومشرفه من الشباب المصري. شبابنا متميز، عنده افكار كتير وافكار متنوعه وعنده مواهب مختلفه كتير، واحنا دايما بنحب نخليهم يعرضوا مواهبهم المختلفه من خلال حلقاتنا. بيبقوا شباب متميز، والنهارده انا معايا بنتين متميزين جدا بصراحه. معايا مريم البنا، مصممه التابلوهات من الخيوط والمسامير، ومعايا هدير رزق، مصممه رزن. رزن دي ماده معينه بيتعمل منها حاجات كتير جدا، صواني، شنط، حاجات كتير. هي هتشرح لنا، ماده صلبه وقويه وحلوه وبيتعمل منها اشكال مختلفه. انا برحب بيكم معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. وكل واحده تعرفني بنفسها الاول. اهلا وسهلا بيكي. مع حضرتك مريم البنا، مصممه تابلوهات بالخيط والمسامير، معايا لسانس حقوق. برافو. عندي 24 سنة ودرست برضو دراسات حرة في فنون جميلة قسم جرافيك. برافو. أنا هدير رزق، مصممة ريزن، معايا بكالوريوس خدمة اجتماعية، متزوجة وعندي بنت. وبدأت الموضوع دوت من حوالي سنتين كده. يعني برافو عليكي، انت بتعملي ابتديتي ده يعتبر مشروع. انتوا الاثنين عاملين مشاريع. طبعا. الصغيره، وانتي ام وفي البيت وبتعملي الحاجات دي في البيت. وبتبيعي بقى. كملي عرفيني. بس وابتديت الموضوع من حوالي سنتين، بمجرد ان انا كنت بتفرج على فيديوز كتير فعجبني الفكره. يعني كنتي عارفه تعملي ازاي؟ بصي، هو المفروض في كورسات وحاجات بتاخد عشان نتقن بقى الموضوع وكده، بس انا اتفرجت على فيديوز كتير لان انا بحب الالوان وبحب الاختراعات يعني وكده، فاكتسبت الموضوع من غير ان انا اخد كورسات او حاجه. بس وبدات بقى اعمل صواني وشيلات وحاجات كده زي اللي حضرتك شايفاه، وعامله صفحه على الفيسبوك وعلى الانستجرام. تمام. برافو. طيب احكي لنا بقى، انت ليه يعني اخترتي الخيوط والمسامير واللوحات اللي هي بتتعمل بالخيوط والمسامير؟ الموضوع اصلا انا بدات فيه خالص حوالي 4 سنوات. يعني كنت برسم اصلا بورتريهات وبرسم تابلوهات وكده، فحبيت ان انا اعمل منتج. كنت بدرب اطفال يعني في تبع وزاره الشباب والرياضه، ولكن طلبوا مننا ان احنا نعمل منتج يتباع وكده يعني. فبدات انا بحب الخشب جدا، وبحب فكره ان انا استغل الخشب يعني. فبدات جبت حته خشبه صغيره كده ومسامير، وقعدت شفت ده على النت فقلت اجربه. بدات اعمل شويه خيوط كده، فلقيت الموضوع ممتع جدا، بيفرغ الطاقه السلبيه. لقيت نفسي ان انا بصفي دماغي خالص من كل حاجه، وببدا استمتع بالموضوع اللي انا بعمله. وانا كمان بحب فكره ان انا انزل اجيب خشب من عند النجارين، واروح اجيب المسامير، واروح اشتري الحاجات دي من وسط البلد والحاجات دي وكده. فحسيت ان ده بالنسبه لي حاجه مريحه جدا. وبدات بقى انفذ طبلوهات في الموضوع ده، وبدا الناس بقى عايزين حاجات من ديت وافكار، وعامله كذا فكره يعني حضرتك اكيد هتشوفها زي الافكار اللي معانا ديت. وحبيت ان انا اعمل منه مشروع بقى يدخل لي عائد يعني، ما يبقاش بس كده يعني. وكمان حبيت اطور الموضوع، ما يبقاش ليا بس، فاعلم الناس كمان ان هي تبدا مشاريع من خلال الموضوع ده. وبالفعل عملت ورش فنيه لتعليم الاطفال وتعليم الكبار فن الخيط والمسامير، وبيفيدهم جدا يعني ان هم يبداوا مجال خاص بيهم، وان هم يبداوا يجيبوا فلوس كده بحاجات بسيطه، شويه مسامير وشويه خيوط وخشب باقل التكاليف. ممكن تعمل منتجات جميله جدا يعني، وتباعها بمبالغ عاليه يعني. بس برضو عامله صفحه على الفيسبوك. عندي بيج على الفيسبوك، وعندي على الانستجرام. الناس بتطلب مني، ولسه من قريب كنت عامله ورشه فنيه في الموضوع ده يعني. والموضوع بالنسبه لي يعني مشروعي مش هوقفه يعني خلاص. بجانب الشغل اللي بشتغله تاني او بجانب اي حاجه تانية، لا ده بروح وبرجع تاني للموضوع ده يعني.
برافو. طيب بالنسبه لماده الريزن يتعمل منها ايه؟ انا شايفه الصواني، شايفه حاجات كتير، احكي لنا عن المنتجات اللي ممكن تعمليها من بتعمل الريزن. منها صواني، بتعمل منها شيلات وسكريات وبونبونيره وكوسترات اللي هي بتاعه الشاي، بتعمل منها طبلوهات وترابيزات اللي هي زي كده، ودخلت دلوقتي كمان في الاساس، يعني ممكن تدخل في اوضه النوم وفي الانتريه وفي السفره وفي الحاجات دي في الخشب. دخلت بيبقى في ميكس كده ما بينها وما بين الخشب، بتبقى حلوه جدا. وبتعمل منها طبعا اكسسوارز، يعني سلاسل، حلقان، خواتم وشنط، وبتعمل منها ساعات، بتعمل منها حاجات كتير جدا. يعني هو في الاول كان محدود على الصواني والشيالات والكسترات والحاجات اللي هي بتاعت يعتبر ادوات المطبخ او حاجات اللي هي التقديم، بس ابتدوا بقى الافكار، يعني في تطور في الفكره نفسها، وابتدت ان هي تخش في حاجات كتيره دلوقتي. كمان بتعمل منها الارضيات بدل السيراميك والبورسلين والكلام ده كله. ايوه صح. بتعمل منها الارضيات فعلا. واشكال مختلفه، اشكال كتيره، يعني اشكال 3 دي او اللي هو الترخيم اللي هو بيبقى كانه رخام. وكمان الميزه عن السيراميك او البورسلين هي الماده نفسها ما بيتكونش عليها ميكروبات او كده، بتبقى حاجه كويسه. يعني لو طب مثلا بس عشان دخلنا نعمل ارض تبقى غاليه ولا لا؟ هقول لحضرتك، هو انواع، هي ماده ضد البكتيريا، ما بتعملش ميكروبات عليها او حاجه. يعني مثلا لو عشان دخلنا اي ارضيه شقه، طيب لو دخلنا مثلا اي مستشفى مش بتلاقي الارض كلها حته واحده كده ونفس اللمعه دي، هم بيكونوا عاملينها كده لان هي يعني مستشفى ما ينفعش يبقى فيها فيروسات او ميكروبات على الارض او حاجه، فدي ماده امنه جدا للارضيات. وفي التكلفه بتاعتها ايه؟ ما انا هقول لك الريسبشن بتاعي مثلا. لا، ما هي كل يعني الماده دي انواع، في نوع مخصص للصواني والشيالات وكده، وفي نوع مخصص للارضيات، في نوع مخصص للحوائط، يعني في كل حاجه ليها النوع المخصص ليها. طبعا بتحدد التكلفه على حسب المساحه، على حسب لو حضرتك عايزه 3 دي، لو عايزه ترخيم عادي، لو عايزه لون واحد، كل ده بتفرق في التكلفه طبعا. طيب احكوا لي، يعني ما فتحت الصفحه عشان انا بكلم الشباب اللي شايفنا دلوقتي، اللي قاعد ممكن يبقى عنده هوايه ومكسل او حاسس مثلا انه يعني هعمل ايه، ما فيش ناس هتشتري مني، ما فيش، يعني انتوا بتهيألي فتحتوا الصفحه كنتوا متخيلين مثلا انكم هتبيعوا، كنتوا هل بتبيعوا كويس، بيجي لكم دخل كويس طبعا منها؟ في البدايه طبعا ما بيبقاش، يعني مش تبقى نفس التوقعات اللي هي بتبقي عايزاها. طبعا اي حد بيبدا اي مشروع جديد بيبقى واحده واحده لحد ما بيوصل للي هو عايزه. يعني انا بقالي سنتين في الموضوع، بس انا ممكن يعني انافس حد بقاله مثلا 10 او 15 سنه. يعني ابتديت ان انا ابتكر فيها حاجات، ابتديت يعني اخد بدايل مثلا الوان، هو المفروض ان هي ليها الوان معينه، لا انا ابتديت ادخل حاجه في الالوان، يعني مثلا لو اتزنقت ممكن اتصرف ازاي حاجات عندي في البيت. فابتديت ان انا اشغل دماغي. وبالنسبه بقى للصفحه، في الاول طبعا اعلانات مموله وتسويق، طبعا الناس اللي هي بتحب اللي بتعمل تسويق على النت وكده. ما كانش عندي صفحه على الانستجرام، بس بعد فتره عملتها والحمد لله جالي يعني اوردرات كتير، وطلب مني بره مصر، يعني اوردرات بره مصر كمان. بجد؟ والله ده من خلال الصفحه. من خلال الصفحه وعملتيها وبعتيها. برافو. ده اللي احنا بنقوله، يعني مش صعب ابدا. لا، هو طالما الواحد حابب حاجه ونفسه ان هو يبقى حاجه فيها هيوصل. اي حد بيحط قدامه هدف بيوصل له. انا برضو كنت عايزه اقول حاجه، اللي هو اي حد عايز يبدا اي مشروع، وهجيب فلوس منين او هعمل منين، هو باقل التكاليف ممكن حاجات بسيطه جدا، مصروفك تبدا تجيب خامات بسيطه. صح. وتبدا تشتري اقل حاجه، والرزق بتاع ربنا، يعني هو الرزق بتاع ربنا، انت ابدا جيب بس وابدا اعمل، وتابلو او شغل، يعني هي صينيه ورا صينيه، شياله ورا شياله، تابلو ورا تابلو، هتتعلم، هتكتسب خبره، هتتعلم من اخطائك، هتتابع ناس في نفس المجال فهتسالهم فهتاخد منهم خبره، مش لازم تروح تاخد كورس كبير في الموضوع عشان تشتغل او تبدا. وفي الانترنت دلوقتي، يعني كل حاجه متاحه، سهل الحاجات، يعني كل حاجه متاحه على اليوتيوب، كل حاجه متاحه، لو سالت اي حد معلومه احنا بنساعد بعض، محدش بيبخل على حد بحاجه.
ابدأ وانزل واشتغل، وفي حاجة نفسك تجربها جرب واغلط مرة واثنين وثلاثة واربعة. بقى 4 سنين ولسه لحد الآن بتعلم، بقى 4 سنين ولسه لحد الآن بشوف أنواع خيوط مختلفة بتتقطع، خيوط تانية مش عارفة ايه. 4 سنين مسامير، المسامير بتتطور، الحاجات بتتغير، فانت كل مره هتتعلم حاجه جديده، وانت كل مره هتتعلم حاجه جديده. ابدأي، الناس اللي بتعمل حاجات بالسيراميك، انا عندي واحده صاحبتي بتعمل حاجات بالسيراميك جميله، الناس اللي بتعمل حاجات بالكروشيه والمكرميات والحاجات ديت هل كذا حاجة. فتره فنون جميله ولا اليوتيوب فادك يعني؟ يعني لا يعني، هل برضو انت بتنصحي الشباب انه يدرس مثلا زي ما انت؟ الفكره في اليوتيوب والحاجات دي لها ليميت معين، هتتعلم بس مش هتوصل لمستوى عالي. فانت عايز تاخد برضو من حد خبره، فما تروحش عند اي حد هاوي وتاخد منه، لازم تاخد عند حد دارس، يبقى اكاديمي بقى. شغل اكاديمي بالظبط. فلازم لو انت حابب تطور من نفسك يبقى تروح وتشوف الدكاتره بيشتغلوا ازاي. احنا كنا بندرس في الجامعه زينا زي الطلبه عادي، تنزل وتشتغل مع الدكاتره. في دكاتره بتعمل الحاجات ديت مجانيه تماما، من غير اي مصاريف خالص، من غير اي فلوس، بيعملوا ورشه مجانيه، يلا يا جماعه جمعوا اللي عايز يجي يتفضل. في اماكن كتير جدا الناس، انت بس اسعى ودور، وان ليس للانسان الا ما سعى. لازم تسعى وتدور وربنا هيجازيك، الجزاء ده بتاع ربنا طبعا، فانت اسعى ودور. طيب خلينا نشوف تقرير الاول عن الاشغال اليدويه ونرجع تاني نكمل كلامنا مع البنانيت الامامير دول. رجعنا تاني، والحقيقه انا هستعرض بعض المنتجات البنات الجمال اللي معايا. احنا بنتكلم عن مادة الرزن، ومادة الرزن دي بيتعمل منها حاجات كتير جدا، صواني، شنط، حاجات كتير اللي هي ذكرتها. انا مثلا هوريك اهو مرايات، حاجات يعني. بصوا ده مثلا، دي صينية، دي صينية اهي بالايد بتاعتها طبعا، ماسك كده اهي الصينية. مادة الرزن بقى ميزتها انها ممكن تطعمها بحاجات كتير جدا، يعني سواء كتابه زي ما ده موجود، سواء بصدف، بجلتر، باحجار، بحاجات كتير جدا، فبيطلع منها اشكال الحقيقه جميله جدا بصراحه. ادي صينيه، ادي مثلا دي امرايه، تابلو، تابلو اهو، بس مرايه يعني، في مرايه برضو اهو، ده نحاس. حلوة جدا، تابلو يتعلق وفيها مراية. في حاجات كتير انا شايفة، سكرية صح؟ سكرية ايه دي؟ ده برضو زي تابلو، ده تابلو، هاتيها كده خديها. يعني بالراحة كده، ايوة ايوة، وريها كده. برضو يعني زي ما انا عملت كده ثبتيها، ايوة وريها، طلعي ايدك فوق شوية، ايوة بالظبط كده. ده تابلو ثبتيها زي ما هي كده. ده تابلو بقى يتحط على الحيطه كزينه، يتحط في اي حته عادي. ممكن مش على الحيطه، ممكن على ال لانه ده صعب طبعا يتمسمر. لا عادي، ممكن يتعمل له فتحه هنا ويتعلق هنا عادي برضو. انا عملت حاجات كتيره كده، بس هو الفكره ان انا دلوقتي مش يعني مش معايا الوقت، كان ما سعفنيش، لان طبعا الحاجات دي بتاخد وقت كتير عقبال ما تنشف. يعني مش اقل من اسبوعين عشان اطلع مثلا الحاجه دي، لان هي بتبقى ماده سايله، فلازم تتسلط تماما عشان تقدر تبقى يعني نعرف نمسكها كده، ما تبقاش لينه معانا، تبقى صلبه، الملمس بتاعها يبقى كويس، الجفاف كله. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اصبها واطلعها تاني يوم، لازم تاخد 24 ساعه عشان تنشف. لا طبعا لازم تاخد وقت، لازم تاخد وقتها كامل عقبال ما تتصلب. انا كنت فاكره بتاخد 24 ساعه. لا طبعا، ده مش اقل من اسبوعين، علشان هو من الخواص بتاعه الريزن لازم تسيبيه ينشف تماما، يجف سواء تماما، سواء في الصيف في الشتاء ايا كان. يعني بصي، هو ممكن يبقى قبل الاسبوعين طبعا. احنا بنعمل حاجات يعني، بنساعد نفسنا عشان مثلا لو في اوردر كبير، لو في كذا قطعه، فبنساعد نفسنا طبعا بحاجات اللي هو بتسرع الموضوع. بس لو احنا ما عندناش مشكله في الوقت، انا بدي للكلاينت معايا اسبوعين وتستلم القطعه بتاعتها. لو في مثلا وقت معانا، قصدي لو ما فيش وقت، فبنسرع يعني. وايدي اللي جنبك برضو حطيها، دي شايله كحك، شايله كحك دورين، وليها الرجول بتاعتها، رجول برضو كمان كده من فوق، رجول من الريزن برضو بالظبط كده. في ناس بتعمل الرجول ديت اكسسوارات كده بتتحط، بس انا حبيت ان انا اعملها بالريزن. ممكن دي تبقى ثلاثه، ممكن تبقى واحد بس. تمام. طيب في دي بقى،
دي انت بقى دي اللوحات اللي بالخيط والمسامير صح كده؟ انت عامله كالندر صح؟ دي بالخيط نتيجه والمسامير. عامله نتيجه 2023 اهي النتيجه طيبين. كلها كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ده خلاص كلها ايام وسنه 2022 تنتهي ونستقبل سنه جديده يعني. احنا النهارده كام في الشهر؟ 11 يعني خلاص ايام معدوده. ان شاء الله تبقى سنه كلها خير علينا كلنا باذن الله. ان شاء الله. دي نتيجه هي ايه تاني؟ ورينا مثلا دي. يعني حابه بس اقول اتكلم ثبتيها برضو هنا اتكلم عن على التابلو ده ثبتيها من اوائل التابلوهات اللي انا اشتغلتها. التابلو ده غالي عندي جدا عشان انا عاملاه لواحده صاحبتي يعني بحبها خالص. فهي بتحب القطط يعني وكده، فدي من اوائل الحاجات اللي انا عملتها. بس عايزه برضه اقول للناس اللي لسه بتبتدي يعني ابتدي وهتعمل حاجات جميله. تاخد وقت قد ايه دي؟ على حسب كل واحد بقى وهو عايز يعني. انا عامله مثلا النتيجه اللي مع حضرتك دي عاملاها في امبارح. امبارح بس هو الفكره عشان انت بقيتي متمكنه. بس اي حد ممكن مثلا معاه على حسب برضه يعني. مثلا كنت عامله تابلو ما شاء الله لا قوه الا بالله، خد معايا اسبوعين. على حسب الكلمة انت بتنفذيها وعلى حسب المهارة اللي عندك. بس لو هتبدأ بحاجة بسيطة ممكن في يوم تخلص يعني. انا بعمل الورش بتبقى ورش يوم واحد فقط. فممكن تتعلم في يوم واحد وتبدأ تاني يوم تبدأ تشتغل وتعمل مشروع وتشتغل. وكمان احنا دلوقتي الوزارة بتاعتنا او الدولة بتاعتنا بقت مهتمية جدا بالمشغولات اليدوية وبالحاجات اللي مصنوعة يدويا وبيعملوا لنا. احنا بصراحة مصر متميزة جدا 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 بالمشغولات اليدوية. انا أيوة بشوف طبعا. المعارض يعني المعارض فيها حاجات اللي هي معرض تراثنا ده لوحده ده حكايه يعني. المعارض فيها حاجات احلى من الاسواق اكيد طبعا يعني. بصراحه كل حاجه كل حاجه كل المنتجات من مفارش لخان خليلي طبعا. بس في معارض كمان يعني قصدي اقول احنا شطار جدا، في ستات كتير جدا ورجاله كتير بيعرفوا يشتغلوا حاجات كتير مختلفه. الحاجات اليدويه عموما بتبقى مختلفه وليها كده الحاله بتاعتها حلاوه وبقه والجوده حلوه قوي أيوة كمان في نفس الوقت. فاحنا متميزين جدا. انا نفسي بقى نصدر. فانا انبسطت لما قلت لي في ناس من بره اتصلت ويعني فعلا يعني نفسي نوصل ان احنا نعرف نصدر الحاجات دي بره برضو لان احنا فعلا متميزين فيها. طيب احكي لي عن ورش العمل. ورش العمل اللي انت بتعمليها من سن كام لكام؟ لاي حد ولا بتهتمي برضو بالاطفال؟ من سن 8 سنوات معنا، من سن 8 سنوات لحد فيما فوق بقى بنبدا من 8 سنوات. هل في اقبال بتلاقيه على ورش العمل دي؟ جدا جدا يعني. الاطفال كمان ده الطفل اللي هو مثلا عنده فرط حركه او اللي هو عنده تشتت كتير وكده، ده بيخليه منتبه، ده بيفرغ الطاقه طبعا، بيفرغ حاجات كتير قوي من عنده. فالاطفال الشغل ده للاطفال كويس جدا جدا يعني. الورش اللي مثلا بتبقى متنوعه من الاعمار يعني، مش كلهم سن واحد. فمثلا في ناس بتعرف تمسك شاكوش، في ناس تانية بتعرف، بيبقى الورش كلها عمل جماعي يعني. لو انت بتعرف تمسك شاكوش عشان برضو في اطفال ما تعرفش تتحكم في الشاكوش مثلا او كده، في ناس تانية الخيط بالنسبه لها مش هتعرف تمسكه او تشتغل. بس كله بيبقى عمل جماعي يعني، في الاخر برضو بنطلع حاجه فنيه جميله يعني. طيب يعني لو ايه اللي تقولي للشباب اللي عنده فكره وعايز يبتدي؟ لا، هو اي حد عنده موهبه وعايز يعمل حاجه لنفسه لازم ياخد خطوه. ما ينفعش نفضل قاعدين ونحجج بقى بالظروف او منتظر الوظيفه. لا لا لا، مثلا هو لا حكوميه مثلا حاليا. لا حاليا اللي عنده حاجه يقدر يعملها يعملها، اللي عنده حاجه يعرف يفيد بيها نفسه وغيره يعملها. كمان بتساعد لو في موهبه، لو في مثلا ميول لحاجه معينه، عايز يبتكر بطريقه معينه يعني. مثلا زي الشغل ده انت ممكن توصل فيه بطريقه جامده جدا لان هو مش منتشر وجديد وجديد بالظبط وصلب قوي يعني. يستحمل كل حاجه، يستحمل. والميزه كمان ان انت ممكن تلعبي في الشكل زي ما انت عايزه، في اللون زي ما انت عايزه، اي لون في الدنيا واي شكل واي حاجه بتتعمل منه دلوقتي وتوسع يعني. الاول زي ما اقول لك هو كان محدود في الصواني وفي الحاجات دي، لا دلوقتي بقى دخل في بيتعمل منه كمان الاحواض. هو ليه مسام يعني ولا مسام ايه يعني؟ قصدي اقول لك لو دلقت حاجه عليه تتبقى تدخل جوه؟ لا مفيش
ما هو هو ستريت كده. لا ما فيش، لا لا بس فدلوقتي بيتعمل كمان الاحواض، عارفه الاحواض بتاعت الحمامات بيتعمل منه دلوقتي، يعني دخل في حاجات كتير جدا. احواض الحمامات بتتعمل منه، دخل في حاجات كتير جدا جدا. فاي حد عنده الموهبه لا ياخد الريسك ويشتغل على نفسه، وحتى لو مش عايز ياخد كورسات، لو مثلا هي هتبقى مكلفه اليوتيوب مش مخلي. وانت تجربه مع التانية، يعني دي كانت اول تجربه ليا خالص، الصينيه دي كانت اول تجربه ليا خالص، اول حاجه عملتها. برافو، طلع كويس الى حد ما. طبعا كويس. تعالي بقى قارني باخر حاجه عملتها، طبعا فرق. فانت لازم هتشتغل وهتخسر حاجات وهتبوظ حاجات لحد ما توصل للمستوى اللي يرضيك بالظبط. انا بشكركم جدا، شرفتوني ونورتوني، وبتمنى لكم التوفيق. مشاهدينا انتهينا من حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده وبرنامج شباب على الهواء.